متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث فيها عن متابعة للأحوال الجوية الحالية السائدة في مناطق مختلفة من المملكة، ثم سنتحدث عن توقعات الغبار والأمطار خلال 48 ساعة المقبلة. أيضا ننهي نشرتنا اليوم ببعض التوصيات والتنبيهات بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة. دائما نبدأ نشرتنا الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية لهذا اليوم، والتي أشارت إلى تواجد سحب ركامية على بعض مناطق جنوب غرب المملكة، امتدت شرقا وتكاثفت بشكل أكبر في المناطق الجنوبية وشرقي مناطق نجران وبالقرب من شرورة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في مناطق شرق المملكة. كما تلاحظون هناك تشكيلات من السحب الرعدية المختلفة، حتى لبعض مناطق العاصمة الرياض هناك بعض تكاثف لبعض السحب التي جزء منها ركامي. فيما إذا نظرنا إلى توقعات الأمطار خلال 48 ساعة المقبل بشكل مفصل وحسب النماذج التنبؤات الحاسوبية، فمساء هذا اليوم يتوقع أن تعم الأمطار معظم مناطق جنوب المملكة، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية بما فيها الربع الخالي. بعض الزخات أيضا ما زالت متاحة في مناطق جنوب غرب المملكة. خلال ساعات الليل القادمة يشتد حزام مطري ممتد من دولة الإمارات وصولا إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية للمملكة. بعض الزخات الرعدية العشوائية في مناطق الرياض بمشيئة الله تعالى، وخلال ساعات صباح وما غدا تمتد بعض الزخات المطرية إلى مناطق الطريف والقريات، في حين تستمر الأمطار على عموم مناطق جنوب شرق المملكة. أيضا تشتد الأمطار الرعدية بشكل لافت في مرتفعات جنوب غرب المملكة ساعات صباح يوم غد، مناطق جازان، مرتفعات أبها وعسير، وصولا إلى بعض المناطق من الباحة و نجران. أما في مناطق الشرقية المطلة على الخليج العربي يتوقع نشوء أحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات نهار يوم غد، تصحب بأمطار رعدية غزيرة خلال ساعات النهار، كما تشتد من جديد السحب الرعدية في مناطق جنوب غرب المملكة وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية، ولا يستبعد في أغلب هذه المناطق جريان الأودية وتشكل السيول، كما تهطل بعض الزخات المطرية فوق مرتفعات المدينة المنورة الشمالية. تمتد بعض الأمطار إلى مناطق أقصى شمال غرب تبوك، وربما تكون على شكل زخات ثلجية فوق جبل اللوز، وبعض الأمطار في شمال المملكة الحدود الشمالية تصل إلى مناطق مثل عرعر. مساء يوم السبت تستمر الأمطار بالهطول في أغلب مناطق جنوب المملكة كما تلاحظون، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتبقى الفرصة متاحة لبعض الزخات من الأمطار في أقصى شمال غرب المملكة. مع ساعات المساء يشتد من جديد الحزام المطري ليلة السبت على الأحد في المناطق المتدة من جنوب المملكة وصولا لدولة الإمارات، كما تشتد بعض الأمطار الرعدية في أقصى شمال شرق المملكة بما فيها مناطق حفر الباطن. إذا شاهدنا التوقعات يوم الأحد صباحا، يتوقع أن تتشكل مرة أخرى حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشرقية للمملكة المطلة على الخليج العربي، لذا يتوقع من جديد هطول أمطار رعدية. إضافة إلى ذلك هناك امتداد لسحب رعدية ممطرة من جديد من مناطق جنوب شرق المملكة الربع الخالي وصولا لدولة الإمارات، وبعض الأمطار المتفرقة بين الحين والآخر على جبال جنوب غرب المملكة. الأحد نهارا تبدأ الأحوال الجوية الغير مستقرة بالتحرك شرقا مبتعدة، لكن تبقى بقايا سحب بعض السحب الركامية الرعدية في المناطق الشرقية، وتنشط من جديد كما هو معتاد خلال ساعات النهار هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة. إذا شاهدنا خرائط درجات الحرارة، تلاحظون هذه الألوان تعني درجات حرارة متدنية للغاية، وهي أقل بكثير من معدلات مثل هذا الوقت العام. هذه درجات حرارة مرتفعة باللون الأحمر، فمتوقع خلال الأيام القادمة أن تغزو من الشمال رياح باردة جدا مناطق شمال غرب المملكة قطبية المنشأ، لذا أغلب مناطق شمال غرب وشمال المملكة يتوقع أن تكون على موعد مع انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، ويأتي هذا الانخفاض في مقدمة رياح نشطة خاصة ساعات نهار يومها غدا، مما يثير الأتربة والرمال ويدفع بالأجواء الدافئة بشكل عام إلى المناطق الشرقية مبتعدة عن المملكة، لتسجل مناطق واسعة من شمال ووسط وشرق وأيضا شمال غرب المملكة درجات حرارة دون معدلاتها المعتادة، لدرجة أنها تقترب من الصفر المئوي في ساعات الليل، ويتوقع تشكل الصقيع في بعض الأجزاء في ساعات الأحد على الاثنين بمشيئة الله تعالى. فتستمر أيضا هذه التوقعات وتصل درجات حرارة منخفضة إلى داخل عمق الأراضي السعودية، وسنشعر بالانخفاض الكبير جدا واللافت على درجات الحرارة نتيجة اندفاع هذه الكتلة كما تلاحظون على الخرائط التي أمامكم. فكما كنا نلاحظ الآن الأجواء تكون تحت تأثير أجواء دافئة بسبب هذه الألوان التي تؤشر على درجات حرارة
أعلى من المعدل والكتل الهوائية دافئة بالقرب من سطح الأرض، ولكن في كلما تقدمنا بالأيام وصلنا إلى ساعات يوم الأحد نلاحظ كيفية وجود أجواء باردة وكتلة هوائية باردة تعم معظم مناطق المملكة الشمالية والوسطى. في حال إذا انتقلنا إلى توقعات الغبار خلال الأيام القادمة، أيضا اليوم بعض الأتربة المثارة في أجزاء عشوائية من المملكة كبداية عن نشاط سرعة الرياح، ولكنها بشكل عام محدودة النطاق ومحلية الطابع. أما في ساعات نهار يوم غد السبت فتوقع نشوء أجواء مغبرة بشكل كثيف جدا في مناطق واسعة من المملكة نتيجة نشاط كبير متوقع على سرعة الرياح، ولا يستبعد تشكل عواصف رملية محلية الطابع تطال كل من المدينة المنورة وحائل وربما القصيم وأجزاء من شمال وشمال شرق المملكة، ولا يستبعد أن تعبر هذه الحزم من الرمال والعواصف الترابية لاحقا إلى مناطق قد تصل فيها العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، تبقى الفرصة مهيئة لأن تحصل بعض الزخات الرعدية من الأمطار. درجة حرارة متوقعة حوالي 17 درجة مئوية الصغرى، وبشكل عام الأجواء تكون معتدلة من ناحية درجات الحرارة، لكن الفرصة مهيئة لأن تحصل بعض الزخات الرعدية من الأمطار. توقعات الأيام القادمة: السبت نهارا درجة حرارة 31 درجة مئوية، أجواء حارة ومشمسة في العاصمة الرياض، لكن تتحول في ساعات الليل إلى مغبرة كنتيجة لنشاط سرعة الرياح الكبير المتوقع في بعض مناطق المملكة، وبالتالي يعتبر هذا الغبار غبار منقول. درجة حرارة الصغرى 18 درجة مئوية، ولكن لاحظوا الانخفاض الكبير جدا على درجات الحرارة مع ساعات نهار يوم الأحد، تنخفض العظمى فقط إلى 23 درجة مئوية مع بقاء الأجواء نوعا ما مغبرة بعض الشيء. تنخفض ليلا في العاصمة الرياض إلى 10 درجات مئوية بعدما كانت تسجل 18، وبالتالي هناك انخفاض لافت على درجات حرارة وعودة للأجواء الباردة في ساعات الليل في العاصمة. ويوم الاثنين تبقى درجات حرارة في نفس المستويات 24 درجة مئوية، ولكن مع أجواء أكثر مشمسة وصافية مما ستكون عليه يوم الأحد، وتنخفض ليلا إلى 11 درجة مئوية مع بقاء الأجواء الصافية لكنها باردة بوجه عام. نختم بالمحور الأخير لهذه النشرة بعض التوصيات والتنبيهات بشأن الأحوال الجوية ستتأثر بها المملكة: الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول أينما كانت هناك سحب رعدية ركامية، أيضا هناك ارتفاع في نسب الغبار وزيادة كثافته غدا في بعض المناطق في نتيجة الرياح النشطة، وبالتالي الانتباه سواء أثناء المسير على الطرقات أو بسبب ازدياد كثافته، وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه و أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وأيضا انتباه من انقلاب درجات الحرارة الكبير وارتداء الملابس الثقيلة خاصة شمالا نتيجة تدني درجات الحرارة واحتمالية تشكل الصقيع في بعض الأنحاء. هذا كله طبعا كان ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد، عبر إما تحميلكم تطبيق طقس العرب أو تفعيل زر الاشتراك بالجرس عبر قناتنا على اليوتيوب أو متابعنا على حساب تويتر على طقس العرب إيريبيا وذر SA. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.